بالفعل هناك أخبار تفيد بوجود أضرار كبيرة في بعض المواقع التي قصفها الطيران الأمريكي، خصوصا في جبل عطان والذي يعد من أكبر المخازن للأسلحة الباليستية في العاصمة صنعاء، حيث شهدت اندلاع نيران بعد قصف تلك المنطقة، بالإضافة إلى تفجير مجموعة من الأبراج العسكرية التي يستخدمها الحوثيون تحديدا في منطقة حيفان جنوب شرق مدينة تعز، بالإضافة إلى منطقة عسكرية أخرى في مديرية مقبنة في مدينة تعز، وكان الهدف منها هو قصف أحد المعسكرات والتي تحوي على مجموعة من الورش التي يستخدمها الحوثيون لصناعة الطيران المسير، بالإضافة إلى أن هناك أخبار وصلتنا بأن الأهداف التي قصفت في مدينة البيضاء كانت استهدفت معسكر المحمدين ومعسكر السوادية ومعسكر القصير، وهذه المعسكرات كما قيل لنا بأنها تستخدم لصناعة الصواريخ البالستية، وأيضا تستخدم لإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه خليج عدن، بالإضافة إلى 4 غارات استهدفت شمالي غرب عبس بأحد المعسكرات. لكن زميلي نبيل، هناك حالة جديدة وصلت إلينا تتحدث على أن الحوثيين قاموا بالرد بشكل مباشر على الغارات الأمريكية من خلال إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية. سعود عام قالوا بأن هذه الصواريخ مجموعة انطلقت باتجاه البحر الأحمر، وقالوا تحدثوا بأنها اتجهت نحو خليج عدن. هناك أخبار غير مؤكدة عن وجود اشتعال نيران بإحدى السفن في منطقة باب المندب، يقال بأن هذه النيران يمكن مشاهدتها من السواحل، لكن لا تأكيدات على هذا. شكرا لك من تعز مراسل الغد فيصل الذبحاني.